يقال أن الإبداع في نظرتك للمألوف على أنه غير مألوف. لوحات فنية بدقة عالية. مصطفى البلغيتي البالغ من العمر 22 سنة، كانت له نظرة أخرى لقلم الحبر الذي رافقنا منذ أيام الدراسة. ستيل أزرق أو ستيل كحل كما دأبنا على نعته بتعبيرنا الدارج المغربي. مصطفى البلغيتي رسام مغربي من إقليم زاجورة، وهو من جيل الشباب الواعد، يرسم بورتريهات بقلم حبر جاف ولا شيء غيره. المهم هو محتوى تقاسيم الوجه والتعابير، أما الألوان فهذا جنس إبداعي آخر. غالبية لوحاته تحتاج إلى إفراغ العديد من الأقلام. ليس الحال مثل أقلامنا التي تتلف قبل نفاد مدادها. يعتمد قلم الحبر على كرة صغيرة في مقدمته لا يتعدى قطرها 0.7 مليمتر، تتحرك عائمة مع تأثير الجاذبية تاركة الأثر على الورق ليجف سريعا. الاختلاف يولد الإبداع. هناك الخطاط والرسام وردي الكتابة، لكن تشجيع الأهل والأصدقاء قد يساعد الشباب والشابات على تطوير مواهبهم، وهذا ما حصل مع الشاب مصطفى البلغيتي. بدأ برسم لوحاته في المدرسة الابتدائية، وهو الآن حاصل على شهادة البكالوريا في الأدب المعاصر. يسعى إلى صقل موهبته والالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. حاليا يعمل على رسم العديد من اللوحات لعرضها في الأروقة في مدينتي الدار البيضاء والرباط، نوع فريد من الرسم يحتاج الكثير من الصبر والكثير من التدريب للوصول لمستويات متقدمة. عندما تنجز ما تريد فإنك ستشعر بالسعادة ونشوة النجاح ولو بقلم حبر جاف. بنظرك كيف يمكن للشباب إبراز مواهبهم وإبداعاتهم؟ وهل الدافع الذاتي كاف أم هناك وسائل أخرى لإبراز المواهب؟ شاركنا رأيك.